رغم التساؤلات والاستفسارات والمطالبات منذ 4 أيام التي لم تتوقف من المصريين وجميع العرب عن مواطنتهم أمال ماهر، عن مكانها وسلامتها وظهورها لايف ليطمئن الناس عنها وعن صحتها وعن حياتها، لكن لا حياة لمن تنادي. إن الحكومة المصرية مسؤولة أمام المصريين عن سلامتها وحياتها من بطش شوال الرز الذي يتحكم فيها داخل بلدها، وكأن أم الدنيا بلده وناسها عبيد عنده، وللبعض ممن باعوا وطنيتهم للجهل والتبعية. نحن عندما نهاجم هذا الأجرب نحن نهاجم شخص وليس دولة أخرى ينتمي إليها، فهو مسؤول عن تصرفاته الشخصية وليس لنا دخل بموقعه السياسي داخل بلده التي من المفترض أن تقصيه من منصبه بعد فضائحه التي تضرها أكثر مما تنفعها. مواطنة مصرية تعيش محنة داخل بلدها وتنتشر أقاويل مخيفة عما يحدث معها، لها شخصية عامة، كيف للحكومة المصرية أن تظل صامتة هكذا ولا تتحرى عنها وتظهر لنا أمال ماهر؟ كيف لشخص أجنبي أن يتحكم في أي مواطن مصري وتقف الحكومة صامتة عاجزة؟ هل سنعيد التاريخ الأسود مرة أخرى أمام أعيننا عندما كان الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود وزوجته الأميرة هند الفاسي يحتجزون العمال المصريين داخل أحد فنادق الخمس نجوم على أرض مصر، ولم تستطع الدولة أن تتحرك لتنقذ مواطنيها الذي بعضهم ألقى بنفسه من الدور الذي كانوا محتجزين فيه كي يموتوا هربا من التعذيب قبل 25 يناير بحجة أن الأمير شقيق الملك فهد، كي لا تتأثر العلاقات بين الدولتين؟ يجب أن تفرق الدولة المصرية بين التصرفات الشخصية لبعض المسؤولين وبين العلاقات الرسمية بين الدول. نحمل الحكومة المصرية مسؤولية سلامة حياة المواطنة المصرية أمال ماهر، وليس مستغرب صمت إعلام التطبيق أمام هذه التساؤلات الشعبية المتواصلة عن مصير أمال ماهر. فمنذ متى يهتم الإعلام التقليدي بقضية حقيقية يشغل بال الرأي العام بهذا الشكل؟ فعندما تجد مواطن يحمل جنسيتك يتعرض لموقف غريب مريب وعاجز عن التصرف بسبب شخص أجنبي أهوج أجرب يتحكم فيه وعلى أرض بلدك، طبيعي أي مصري وعنده ذرة كرامة واحدة سينتفض غضبا حتى لو كان ابن بلدك، لأن هذا شعور طبيعي بالانتماء والغيرة على ابن بلدك وكرامته التي هي من كرامة البلد ككل. السؤال ما زال مطروح للدولة المصرية، أين يا ترى أمال ماهر؟